الأعماق الجميل. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول والصدارة الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي، من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط خلال هذه المسيرة. المركز الثاني سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرقان في التضمير، وهنا الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد من تأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع والمنطلقة على رابع المراكز هنا حضور سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن مصر بالقوبة. المركز الرابع هنا والتواجد على هنا والقدوم في هذه اللحظات او على المركز الخامس القادمه مصيحه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد زعفرانه وقدوم من الهبيبه لهجن الرئاسه بقياده عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، زعفرانه خامسا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافريه، ولكن عوده هنا الكاسبيه كسبت الفوز حتى اللحظه الكاسبيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سعيد بن سالم لينيبي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. ارى لهبيبه قادمه لهجن الرئاسه بقياده عيسى بن احمد بن مايد خيالي، ولكن الكاسبيه ولهبيبه والكاسبيه الكاسبيه ولهبيبه لهبيبه كاسبيه لهبيبه ولهبيبه لهبيبه تنتزع النقطه الرابعه في صباح هذا اليوم. تهانينا لهجن الرئاسه، تهانينا لعيسى بن احمد بن مايد خيالي على هذا الفوز. المركز الثاني لهبيبه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الشاهينيه في المركز الثالث سمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعان المكتوم، المركز الرابع مصيحه سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الخامس زعفرانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز السادس حضور لسمو الشيخ سعيد مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود الى التوقيت الزمني، وافضل توقيت هنا يسجل تحت اقدام الهبيبه 9 دقائق 26 ثانيه، 6 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرئاسه وتهانينا لعيسى بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وهنا الوصول منا ايضا الشاهنيه 9 دقائق 27 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئه للمضمر السيد سعيد بن سالم لينيبي الشاهينيه في المركز الثالث سمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعان مكتوم بقياده سيد بن احمد بن خليل 9 دقائق 27 ثانيه 5 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس.